تم الاحتفاء بالذكرى الأولى من خيانة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية والفظائع التي ارتكبتها ضد قيادة المنطقة الشمالية بفعاليات مختلفة. ووجه رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في برنامج الذكرى الأولى رسالة مشيرا في رسالته إلى أن 3 نوفمبر هو اليوم الذي تم فيه انتهاكات ضد إخواننا وأخواتنا في الجزء الشمالي من البلاد بوحشية على يد أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية. وأفاد رئيس الوزراء في رسالته لم يقتل إخواننا في القيادة الشمالية فحسب، بل قتلت إثيوبيا أيضا في ذلك اليوم وتم ذبح الشعب الأثيوبي. وقال إن اليوم هو يوم تطمين بأننا نحن الإثيوبيين الذين ما زلنا حتى اليوم متحدون في دحر القوات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية التي تسعى لإذلال وتفكك وتحطيم بلدنا. وتابع رئيس الوزراء أيضا إن هذه المجموعة البلطجية ما زالت تحفر لتدمير بلدنا وأن هذه بئر عميقة حيث سيدفن العدو فيها بدمائنا ونرفع إثيوبيا ونرفع العلم الأثيوبي. وأكد رئيس الوزراء أن إثيوبيا ستستمر في التضحية ولقد عملنا معا وسنواصل مثل آبائنا للتضحية ببلدنا وسندفن العدو في الحفر التي حفرها أعداؤنا. وذكر رئيس الوزراء أن تتحرر إثيوبيا داعيا أن الوقت قد حان لكل مواطن أن يقفوا إلى جانب قوات الدفاع تحت شعار أنا جندي لإثيوبيا ويدين العدو. ودعا كل مواطن وجميع الإثيوبيين للتطوع والتعاون وتنحية خلافاتهم جانبا ودفن عدوهم المشترك في حفرة حفرتها بذراع موحدة.